الآن مساء الخير كل مشاهدينا الأحباء، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة النهاردة وحوار مفتوح، حوار مفتوح مع سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري ورئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية. يا مساء الخير يا سيدنا وأهلا وسهلا بنيافتك. أهلا أستاذ ممدو. معانا مجموعة من الحاضرين في الاستوديو، بنرحب بيكم. ازيكم، عاملين ايه؟ أهلا بيكم، مساء الخير عليكم. سيدنا نبدأ حوارنا مع نيافتك النهاردة، وكنت قلت لنيافتك في الحلقة اللي فاتت كده قبل ما نبدأ، في حد كان قابلني في الشارع وسألني سؤال وكان نفسه يسمع إجابة نيافتك عليه، والعجيب أن نيافتك فاكر وأنت اللي بتفكرني بيه دلوقتي، فممكن سيدنا بعد إذن نيافتك نبدأ بهذا السؤال. طيب أنا فكرتك بالموضوع لكن هفكرك بالسؤال كمان ولا؟ لا، هقول السؤال طبعا. هو احد الخدام تقريبا في كنيسه العذراء زيتون، وللاسف ما عرفتش اسمه. مش مشكله. ولكن قال لي انا نفسي اسمع رد سيدنا، لماذا امتدح السيد المسيح وكيل الظلم؟ يعني معروف ان وكيل الظلم جاب الناس اللي كانوا واخدين حاجات من سيده، وبدل ما كل واحد عليه مبلغ معين او عليه مثلا كم معين من مواد كان واخدها منه، راح قللها في الصك بتاعه، وكده هو يعني يعتبر سرق من سيده. فازاي السيد المسيح يمدحه على حاجه زي كده؟ ده لما هو سيده قال لي اعتحسب وكالتك، يعني معناها يمشيه بعد ما وشي بي اليه. فقال انا استحي ان استعطي. تمام. كسف ان انا اشحت، فلحق جاب مديوني سيده وكل واحد عليه دين معين خفضه. مظبوط كده. وغير الوثيقة بتاعت الدين يعني. فده كان مثل أعطاه السيد المسيح. السيد المسيح قاله كمثل. في إنجيل لوقا هي. فبيقول فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة صنع. الأرجح أنه يقصد السيد اللي هو السيد المسيح. فمدح السيد وكيل الظلم، لكن الكلام كان مرسل. فبيقول أنه سيدي يأخذ مني الوكالة. فهو بيكلم في المثل قال فمدح السيد وكيل الظلم. يعني في احتمال ان نفس السيد اللي قال عنه سيدي يأخذ مني الوكالة هو نفس صاحب المال. عرف اللي حصل فمدحه إذ بحكمة صنع. لكن الاحتمال الأرجح وللكل ممكن يقبله ما يترددش في قبوله، ان لوقا بقى بعد ما كان الكلام المسيح اللي بيحكي المثل، ايوه، اعتبر ان المثل خلص وابتدى القديس لوقا يعلق على المثل بتاع السيد المسيح. فقال فمدح السيد يعني السيد المسيح. وكيل الظلم إذ بحكمة صنع. ودي اللي مخليه صاحب السؤال يستغرب ان السيد المسيح يمدح واحد يعتبر تحايل وسلب اموال سيده يعني. الرد على السؤال ده بسيط جدا،
لما نتذكر أن السيد المسيح قال ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات بسطاء كالحمام. معقول السيد المسيح عايزنا نتشبه بالحيات؟ هو عايزنا ناخد الحكمة. هو يقصد خدوا من الحية مش الأذية والسم والعض احنا ده احنا بيننا وبين الحية عداوة رمزية كمان من الحية القديمة. عداوة قديمة. أنا قصدي عداوة رمزية، يعني قصدي إن لقب الحية القديمة ده أحد ألقاب إبليس، مش معناها إن ده كان رمز في الفردوس، لا، هو فعلا الحية اللي كلمت حواء. طب ما عندنا في قصة بلعام النبي اللي كان مش مخلص في تصرفاته، كان محب للرشوة، الحمارة بتاعته اتكلمت وبخت الحماقة بتاعت النبي المنحرف ده، او يعني اللي هو اللي بيحب الرشوة. يعني تفاصيلها في سفر العدد طبعا في سفر العدد ومتعلق عليها في الرسائل الرسولية في العهد الجديد. صحيح، رسالة القديس بطرس مش عارف الاولى انه ال- 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 الحمار وبخ حماقة النبي بالعام ابن بعور. فاللي بيستغربوا ازاي الحية تتكلم، ها؟ طب اذا كان الحمار اتكلم، يعني دي حاجة خارقة للطبيعة، مش حاجة طبيعية. واحنا في الزمن بتاعنا ده بنخلي البلاستيك والمعدن يتكلم، اللي هي الريكوردر مثلا. ها؟ ايوه سيدنا، صحيح. والتلفزيون. ها؟ وقس لدرجة ان في ناس التكنولوجيا الحديثة الموجودة. في ناس ابتدوا يفكروا غلط ويقولوا ايه؟ يقولوا حطوا كوباية المية قدام التلفزيون واحنا هنصلي، فنبارك لكم المية وتعمل معجزات. ما سمعتش بيها دي؟ لا سمعنا يا سيدي. طيب. ما علينا. الإجابة باختصار شديد إن السيد المسيح يقصد لو كان هو السيد اللي هو المسيح، يعني إنه يقصد الحكمة اللي تصرف بيها الوكيل مش السرقة اللي سرقها. برضو لو بيقول كونوا حكماء كالحياة، ناخد من الحياة حكمتها بسطاء كالحمام، مش حكماء كالحياة وخلاص. فهو قال إذ بحكمة صنع، يعني بيمدح. وبعدين كمل المسيح كلامه في الموضوع، قال اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم حتى ما تفنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. ايه مال الظلم ده بقى؟ لما البشرية سقطت ما كانش فيه قبل السقوط ملكية شخصية، الجنة مفتوحة لآدم وحواء، اللي عايز ياكل حاجة ياكلها من جميع شجر الجنة تاكل. فما كانش بيقول الثلاث فدادين دول بتوعي والفدانين دول بتوعك انت ولا كلام من ده خالص. فبدأت مشكلة الملكية الشخصية، وبدأت مشكلة ان في ناس اغنياء وناس فقراء بعد سقوط البشرية. وصلت لدرجة ان الفقير
يبقى بياكل من الزباله بتاعت على باب الغني، زي في مثل الغني والعازر. والسيد المسيح ادى المثل ده وقال لما حملت الملائكه لعازر الى حضن ابراهيم وراح الغني الجحيم، فبيقول له انت استوفيت خيراتك على الارض، بيقول للغني في العذاب، بيقول له بعت لعازر يلبل طرف لساني بنقطه ميه. فابراهيم رد عليه ده مثل يعني، وقال له انت استوفيت خيراتك على الارض ولعذر البلايا، فالان هو يتنعم وانت تتعذب وانت بتتعذب. فالمسيح كان واضح جدا في تعليمه انه الناس الغناي اللي سايبين الفقراء يتعذبوا ويموتوا من الجوع ومن المرض، ده هيبقى حسابهم عسير جدا. ولما اتكلم عن يوم الدينونه قال للأشرار كنت جوعانا فلم تطعموني، فقالوا له متى رأيناك يا رب جوعانا؟ يعني دول مش غير مؤمنين، ده بيكلم فئة من المؤمنين في يوم الدينونة. صحيح سيدي. يقولوا له يا رب متى رأيناك جوعانا؟ قال لهم ما فعلتموه بأحد إخواتي الأصاغر فبي قد فعلتم. وهنا رب وقال للأبرار كنت جوعانا فأطعمتموني عريانا فكسوتموني. قالوا له امتى يا رب شفناك عريان ولا جعان؟ قال لهم ما فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. فبي قد فعلتم. ده في وصف المسيح ليوم الدينونة ساعتها ما جابش سيرة الإيمان، يعني كان عايز يقول الحكاية مش حكاية انه من امن واعتمد يخلص، ده تعليم للسيد المسيح. ايوه سيد. لكن هو بيشرح الموقف ده، وضح اهمية الاعمال. جاب مجموعة من الناس كلهم مؤمنين كلهم مؤمنين، ما قالش المجموعة يعني لأنكم لم تؤمنوا بيه كده وسلام وسلام. لا، ما دي أصل دي ده ليها حساب تاني. فكلهم مؤمنين. فقال لهم كنت جوعانا فلم تطعمون. ففي مثل وكيل الظلم بقى قال اصنعوا أصدقاء لكم من مال الظلم. أنا بقول لكم بقى مش مثل. ايوه، هنا استكمل كلامه، كان بيوجه كلامه للتلاميذ بشكل مباشر مش بس. اصنعوا لكم اصدقاء بماء الظلم حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الابديه. طب في ناس بتقول ايه مال الظلم ده؟ بيتردد السؤال ده جدا يا سيدنا، وفي ناس بتقول العشور، وفي ناس ما مال الظلم باين من الشرح الثاني اللي قلناه. ان واحد يبقى عنده فلوس كتير وزايده عن احتياجه والتاني بيموت من الجوع، هو ده مش ظلم؟ فعلا يا سيد. هو فعلا. المسيح معتبر ان الفرق المالي بين ده وده هو ده مال الظلم. مش مال الظلم هو مال السرقة، ان واحد يروح يشتغل نصاب عشان يدي للفقراء، لا. صحيح. هذا مرفوض وهيتحاسب على خطية السرقة. الغاية لا تبرر الوسيلة هنا بقى. هيتحاسب على خطية السرقة. هو فاكر نفسه بيعمل خير؟ طيب الخير فاكر كده انه هيسكت ربنا عنه. من يعني اخطا في واحده فقد صار مجرما في الكل. الايه بتقول كده. فان لم تزني ولكن سرقت فقد صرت متعديا للجميع. ماشي؟ صحيح. لازم نفهم ان الناموس كله مرتبط. مال الظلم في ناس بتحاول تفلت من المعنى بتاعه. مال الظلم هو كل مال زايد عن حاجة، هو كل مال عند انسان حتى لو كان مؤمن
وزايد عن احتياجه ولم يقدم به الخير للمحتاج وما حاولش يعطف على الفقراء والمساكين ويدور عليهم وبعدين في الاخر قال العبارة دي: حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظل الأبدية. يعني هيقفوا الفقراء على أبواب ملكوت السماوات ويقولوا الراجل الغني ده يخش والغني ده ما يخشش. حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظل الأبدية. زي ما انت يا غني كان عندك أموال سلطان وبتتحكم في الفقراء وتطرد ده وتشحد ده وتذل ده وتبهدل ده وتدي ده، فكنت صاحب سلطان. طب هما دلوقتي ربنا سمح ان هما نشأوا فقراء ولا حاجة او حصلت لهم مصيبة فقرتهم، ربنا سمح، فما ما همش سلطان. فبيقول له زي ما انت كنت صاحب سلطان على الارض هم هياخدوا سلطان في السماء. ده الموضوع مخيف جدا على فكرة، يعني ما فيهوش هزار. والمسيح ما اتكلمش في الموضوع ده مرة واحدة في مثل وكيل الظن، وبعدين قال بقى كمل الكلام كلام قوي جدا بقى: إن لم تكونوا أمناء في مال الغير فمن يأتمنكم فيما هو لكم، وإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم في الحق. إذا كنتوش تكونوا أمناء فيما هو للغير، يعني الفلوس الزيادة اللي ممكن تدوها لغيركم اللي محتاج، مين يأتمنكم فيما هو لكم اللي هو ميراثكم الأبدي؟ وإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم في الحق. عارف العبارة دي معناها إيه؟ ده خطيرة جدا. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، الحق هو المسيح. فإذا كنتوش أمناء في مال الظلم مين هيأتمنكم أنكم تملكوا مع المسيح، أنكم تبقوا المسيح ليكوا يبقى بتاعكم؟ مين يأتمنكم على المسيح يعني؟ يعني أنا مش هقدم لكم نفسي عشان تبقوا ورثة معايا في ملكوت السماوات. يا سيدنا الموضوع خطير جدا، احنا ما كناش فاهمين الابعاد دي كلها صدقني. بس كل الحكاية ان احنا نفسر صح كلمة مال الظلم، نفهمه صح. ونفسر صح مدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة، مبدأ الحكمة. واخد الحكمة دي راح مطبقها على حياتنا احنا، وتحذيرات شديدة جدا على حياتنا وتطبيق تصرفنا في المال. بس هو جايبها بطريقة حدوتة، انه جاب مديوني سيده وقال له انت عليك قد ايه مثلا، 100 شاقل كذا ولا كر قمح ولا كر قمح ولا كم، فاجلس حك عاجلا واكتب 80 بدل 100، اكتب 80 بدل 100، غير الايه، غير السقف، غير الوثائق بتاعت سكوك المديونية. ده مجرد وهنا أضر بسيده وده هيتحاسب عليها، مالناش دعوة بيها. لا دي مجرد حدوتة، حدوتة مثل.
مثلا من امثال السيد المسيح، لازم نفهم ان السيد المسيح هو لما قال كونوا حكماء كالحياة ودعاء كالحمام، طب ازاي هيبقى الواحد وديع زي الحمام وحكيم زي الحية؟ هيبقى حية؟ لا، الحية لما بتعمل جحر بتعمل له باب تاني عشان لو حد دخل لها من الباب الاولاني او حد دخل سيخ ولا حاجة تلاقي منفس تطلع تجري من الباب التاني وتهرب. وهنا حكمة الهروب من الشر سيدنا نقدر نقول يعني. الهروب من الشر ومال الظلم سيدنا برضو، يعني اذا كان السيد المسيح يعني اوصى بان احنا نعطي من اعوازنا، فما بال مال الظلم يعني. اخر حاجة بقى هقولها في اجابة السؤال ده، فضل سيد، قول للقديس باسيليوس الكبير بيقول مين هو الحرامي الا اللي عنده معطفين لابس واحد والتاني في الدولاب، وشايف اخوه بره في البرد بيقفقف. البلاد اللي فيها القديس باسيليوس، ايوه سكه بلاد طبعا فيها تلج وكده، في نواحي كبدوكية والحتت دي يعني قرب تركيا كده. انا كنت لما كنت في سوريا في الشتاء كان في تلج، تلج. ايوه سيدنا، سوريا من بلاد البرد، تركيا وسوريا في تلج. فبيقول يبقى شايفه في البرد ومش محتمل، وهو عنده المعطف الثاني متعلق في الدولاب. مين الحرامي الا هو ده؟ بيعتبر انه سارق المعطف الثاني اللي اخوه محتاج له وبخل بيه عليه. ياه، احنا نروح ندور في دواليبنا النهارده نشوف هنشوف اللي احنا انا بقول ده بقى، ده قول للقديس باسيليوس الكبير. اللي مش عاجبك النص ده لا ده يروح يتحاسب مع القديس باسيليوس. صدقني سيدنا حاجات مخيفة يعني مقصرين جدا في موضوع العطاء ده. شكرا. بس تعليق بسيط هختم بيه، ان في ناس من اللي بيلفوا يطلبوا فلوس سواء من البشر او من الكنائس بيكونوا عندهم اموال بس هم غاويين يسحبوا من غيرهم او يسلبوا فلوس الكنائس. وفلوس الكنائس دي في جزء كبير منها للفقراء وفي بعضها لمرتبات الخدام والكهنة وفي بعضها لتجديد الدكك او توسيع الكنيسة او كده، ترميمات وتحديثات وحاجات كده سيد. او توسيع. فبيجوا ناس بيبقوا مش محتاجين فعلا ويتظاهروا بالاحتياج. فالحكمة في التعامل مع الفقير او مدعي الفقر مطلوبة. صحيح سيد. بس مش لدرجة ادعاء ان كلهم كده. ما هو في بقى بعض المسؤولين عن خدمة الفقراء يوصلوا لحالة ان يعتبروا ان كلهم نصابين وبكده بيظلموا مجموعة، بيظلموا. فلازم بحث الحالة. في ناس بتعتبر بحث الحالة ده إدانة شوية سيدنا. لا. وفي حاجة تانية، في حاجات بتبقى عائلات مسطورة ودي كتير قوي، ممكن بتبقى من خلال الأب الكاهن وبيبقى باحث الحالة برضه، بس ده أب كاهن مؤتمن ما بيروحش ينشر أخبار يعني. الحاجة كمان اللي بتراعى في هذا الأمر، إن لما يكون جاي حد محتاج بس لسه ما تأكدناش من صدق الاحتياجات اللي هو بيعرضها، ممكن على الاقل سريعه كده على الاقل ياخد اسعاف سريع. صحيح، ده مهم جدا عادة. يساعده انه يقضي الايام اللي هتعدي على ما يتم بحث موضوع يعني. وبرضه في ناس تقابل حد في الشارع ما تعرفوش خالص و
عامل مظهر كده ان هو غلبان يعني او انه عاجز او كده، فما يمنعش انه يبقى في عطاء محدود. أيوة. عطاء محدود عشان الانسان ضميره ما يتعبوش انه لا احد محتاج وما ادلوش. يمكن هو بيتظاهر بالاحتياج بس برضه يديله علشان يبقى كل من سألك فاعطيه. حاجة غير مؤثرة. بس في ناس بتيجي تبقى عايزة تاخد فلوس تروح تشتري مخدرات. بعض الرجال. ها؟ ايوه. وبعد البحث نكتشف هذا. ودي حاجة بتتكرر. طيب لما المسيح بيقول كل من سألك فاعطيه، تنفذ الوصية ازاي ساعتها وانت عارف ان هاخد الفلوس دي اشتري بيها مخدرات؟ هنا كل ما سألك فاعطيه ممكن تقول له احنا مستعدين ندخلك مصحة للعلاج من المخدرات، يبقى اديته. صحيح طبعا سيد. بس اديته مساعدة انه يتصلح. او ودي كويسة جدا دي يا سيد. يكون لسه ما وصلش لدرجة انه محتاج يخش مصحة. ها؟ يعني مثلا بياخد الفلوس يشرب بيها سجاير. فممكن العطاء اللي تديهوله انت عارف انه هياخد الفلوس يشرب سجاير. هيشتري بيها سجاير. العطاء اللي تديهوله انك تنصحه ان السجاير مضرة للصحة. ها؟ هيقول ما انا عارف هو. وبرضه مش هيبطل. وتقول له انا مستعد اجيب لك كذا علبة لبان او نعناع تحطهم في بقك بدل السيجارة. اذا وافق تجيبهم له. يعني ايه؟ النصيحة ممكن تبقى عطاء. مساعدة انه يصلح نفسه ممكن تبقى عطاء. يعني المسيح بيقول كل من سألك فاعطيه، مش عشان ياخد الفلوس يشتري مسدس يروح يقتل مراته. واضح؟ في حد عايز يقتل مراته يا جماعة هنا ولا؟ لا مالناش دعوة باللي هنا. أنا كلام مسموع على الهوا دلوقتي. وده حقيقي. بيبقى عايز فلوس عشان يستخدمها في العنف، في أذية الشر حد قريب أو بعيد عنه. وأقصد بالعنف ضد حد قريبه، يعني مش ضروري يبقى عنف في الشارع. يعني متهيألي كده السؤال اتجاوب. استوفى سيدنا وتعلمنا حاجات كتير منه في منتهى الأهمية. يعني تفرعنا للعطاء وأهميته وإجابة سيدنا فعلا بنشكر نفتك عليها جدا. طيب نطلع فاصل ونرجع على قضية الكفارة اللي هي من ضمن النقط اللي بيعرضونا فيها، اللي قالوا نقطة الإبدال العقابي واسترضاء العدل الإلهي، النقطة رقم 4 ونقطة رقم 10 من غير تفاصيل يعني. ماشي يا سيدنا، نطلع الفاصل بعد اذنك يا سيدنا. مشاهدينا الاحباء هنخرج فاصل وبعد كده نرجع مع سيدنا ونشوف رد سيدنا على النقاط اللي اثيرت في اتهامات بطيله ضد تعليم الكنيسه الارثوذكسيه. الى الفاصل ونعود معكم سريعا. Oh.
اسمح لي أن أرنم لك بهالكنارة التي تهز الكروبيم. اسمح لي أن أتحدث عنك. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. بعد هذا الفاصل بنرجع نستكمل مع سيدنا، وسيدنا دلوقتي هيتكلم معانا على نقاط خاصه ببعض العقائد اللي تم مهاجمه الكنيسه فيها واعتبروها انها تعاليم خاطئه لكنيستنا الابطائيه الارثوذكسيه ولقداسه البابا المتنيح الانبا شينودا الثالث. هنشوف مع سيدنا النقطه رقم 4 والنقطه رقم 10 بيهاجمونا في الابدال العقابي، وازاي نقول انه السيد المسيح يعني قدم كفاره وخد او يعني دفع ثمن العقوبه بدل البشريه، واعتبرين انه ده غلط يعني. مستعجبين من هذا التعليم يعني سيدنا، ونشوف رد نيافته. لا، وهي نفسها اللي هي ارضاء العدل الالهي. ارضاء العدل الالهي. و12 برضه سيدنا ممكن لا تبقى لا لا بس خلينا معاقبه استرضاء العدل الالهي. ما هي نفس الفكره. بس أنا شايف بعد كده معاقبة المسيح على الصليب برضو، هي كلهم مرتبطين ببعض. ما تشغلش نفسك بالكلام. الكلام يتلخص في رفض فكرة الكفارة والفداء من ناحية أن المسيح مات بدلا عنا. أيوة. بدلا عنا، نيابة عنا. ويفلسفوها بقى بفلسفات كتيرة، لكن طبعا معلمنا بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 5، كورنثوس 2:5، الآية 14، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. دي كورنثوس كام سيدنا نيفتك؟ كورنثوس الثانية الإصحاح 5 ولا كورنثوس الأولى؟ خلاص اللي أنا قريتها خلاص. تمام. مش ضروري تطلعها أنت بقى. كورنثوس الثانية الإصحاح 5 الآية 14.
تعليق القديس كيرلس الكبير على الآية دي بيقول: لذا نقول وبصواب تام أن موته هو وحده، اللي هو المسيح بيتكلم عن المسيح، مساوي الموت الجميع، يحسب متأسف بحسب الجسد، بحسب ناسوته يعني. بس اللي في ناسوته مات هو الجسد، الروح ما ماتش. بحسب الجسد يعد مساويا لحياة الجميع. هو بس لوحده موته هو وحده، موته يساوي موت الجنس البشري كله. فهو كده وفى الدين، دفع الدين، واللي عايز يستفيد بقى يقبل. لكن هو موته هو وحده وحده بحسب الجسد يعد مساويا لحياة الجميع. دي الفقرة 12 من رسالة القديس كيرلس الكبير إلى فاليريان أسقف أيقونية، مترقمة في الرسائل بتاعت كيرلس منه وإليه رقم 50. والترجمة دي قصدي النص ده موجود، هو نفسه النص ده في شرح القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، يعني شرحه عن التجسد أثناسيوس قال العبارة دي، والقديس وكيرلس عمود الدين تلميذ لأثناسيوس، هو الثاني هو برضو قال، هو نبع واحد وروح واحد. هن هن هنقول بعض آيات كتيرة ورا بعضيها، وإن كانت كل واحدة فيهم بتثبت القضية بتاعتنا، بس ايه لو مسكت في آية واحدة هتاخد مني الوقت كله، فهرص الآيات بشواهدها. سمعني حضرتك؟ سامع سيدنا من آياتك. آية واحدة ممكن تبقى كثيرة، ولكن في مجموعة من الآيات. لا، أنا هجيب الآيات كلها وبعدين نشرح في بقى. توسعنا في الشرح يمكن بقى مش في الحلقة دي نبتدي نمسك بعض هذه الآيات ونشرحها بالتفصيل. حلو سي. أول آية هنقولها اللي كان في واحد بيحب يتمألس عليها كتير، واحد من اللي كانوا بيدرسوا في الكلية الإكليركية بس اتمنع. من المزمور 85 الآية 10 و11: الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما، الحق من الأرض أشرق والحق من السماء اطلع. على فكرة كلمة الحق وكلمة البر في اللغة اليونانية بتبقى ذيكي أوسيني، يعني ذيكي أوس يعني بار، وتعني أيضا حقاني. الآية اللي بعد كده عبرانيين 9:22: بدون سفك دم لا تحدث أو لا تحصل لا مغفرة. تحصل مغفرة. الآية اللي بعد كده رؤية 19:15: قيل عن السيد المسيح في الإصحاح ده إنه ركب فرس أبيض ويدعى اسمه كلمة الله، وثوبه مغموس بالدم. ها؟ أي لأن هو اللي صنع الفداء.
رؤيا 19:15 بيكمل بقى بيقول وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. يعني لابس ثوب مغموس بالدم ويضع اسمه كلمة الله، وحتى مكتوب على فخذه مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. بس مش هي دي الأجزاء اللي احنا قصدينها، كفاية ان يضع اسمه كلمة الله، مفهوم طبعا ان ده المسيح. أي. وثوبه مغموس بالدم وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. اللي بيقولوا ما وفاش الغضب الإلهي، ها بيقولوا كده. طب بيقولوا ايه في دي؟ يدوس معصرة سخط وغضب الله. انا سخط وغضب الله ده العدل الإلهي الذي لا يرضى الخطية ولا والمعصرة. بس عشان الناس تفهم، كانت بتبقى حوض كبير كده بيحطوا فيه حصيلة العنب الأحمر، ويطلعوا رجالة غسلين رجليهم كويس ولابسين هدوم بيضة وبس، يشمروا هدومهم شوية ويقعدوا يدوسوا برجليهم، لأن مفيش الاسطوانتين اللي بيلفوا ويعصروا حاجة زي دلوقتي بالكهرباء. المعاصر زي عصيرة القصب وكده. فكان العصير انه رجالة يخشوا يدوسوا. ففي سفر أشعياء الإصحاح 63 منزل آتي من أدوم، منزل آتي من أدوم. طلع أشعياء 63 طلعت على طول يا سيدنا. منزل آتي من أدوم بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه. ليه الثياب حمرة؟ من لون العصير العنب. هذا ما كانت ثياب بيضاء اتصبغت كلها باللون الأحمر. ما هتبان ليه؟ كمل الراية. المتعظم بكثرة قوته، أنا المتكلم بالبر العظيم العظيم للخلاص، ما بال لباسك محمرة وثيابك كدائس المعصرة. بيقولوا له هدومك لونها أحمر ليه؟ زي اللي دايس المعصرة. قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، بس أدستهم بغضبي. دست المعصرة إيه؟ وحدي. وحدي. بيقولوا لا، المسيح ما اتصلبش عنا لأن احنا اتصلبنا وياه. مع المسيح صلبت، بس في رسالة رومية الإصحاح السادس بولس الرسول بيقول أم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت. فإحنا بنموت مع المسيح في المعمودية، في جرن المعمودية، مش على الجلجسة. فبيقول دست المعصرة ايه؟ وحدي. وحدي. من الشعوب لم يكن معي احد، لان هو المخلص الوحيد. احنا ما فديناش نفسنا على الصليب. وبعدين بولس بيكمل بيقول فان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، بشبه نصير ايضا بقيامته، عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. الكلام كله مدفونين معه بالمعمودية. فياخدوا المعمودية ويقولوا ان احنا يخلوها هي الجلجسة. طب احنا كنا موجودين اصلا ساعة الجلجسة؟ احنا كنا موجودين؟ لا طب كان في ناس موجودة. طب احنا كنا في ادم لما اخطأ، لكن ما كناش في المسيح لسبب ان احنا اتولدنا في المعمودية فبقينا ابناء لله،
وبينا أعضاء في جسد المسيح لما تعمدنا. لكن إحنا مولودين من آدم بالتسلسل حسب الجسد، لكن المسيح ما اتجوزش وما خلفش حد. يدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ده في سفر أشعيا. أبوة المسيح لينا لما بنتعمد، لكن لكن احنا آدم أبونا بحسب الجسد لأننا منه. يبقى هنا أبوة المسيح لينا بتيجي في مرحلة معينة، هي في معموديتنا، في المعمودية وبعد الإيمان كمان. طيب. يعني افتك قطعت الطريق سيدنا بشكل ذكي جدا على اللي هيقوله، مش معنى بتقبلوا ان احنا كنا في آدم لما أخطأ، ومش عايزين تقبلوا ان احنا كنا في المسيح وكنا معه على الصليب. على الصليب يعني افتك قطعت الطريق عليهم بصراحة. هو مخلفش حد، ما اتجوزش ولا خلف. فاحنا بناخد البنوة لله في المعمودية، نتحد معه بشبه موته. علمنا هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه في المعموديه، عشان برضو ما حدش يروح ناحيه هنا بنقول ايه بقى؟ وهو يدوس معصره خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. رؤيا 19:15، وفي اشعيا الشاهد بتاعها 63 العدد 3 بيقول دوست المعصره ايه؟ وحدي او اربعه بمعنى اصح. واحد ايه الآية رقم؟ لا رقم 3 يا سيدي، رقم 3 وحدي. وحدي يقول لا، احنا اتصلبنا معاه، اتصلبنا معاه يعني فدينا نفسنا. يا حلاوة. طب لما ينفع ان احنا نفزي نفسنا، طب هو اصلا تعب نفسه وجسد ليه؟ في سفر هوشع الإصحاح 13 الآية 14، لا ما تدورش، أنا سامع معناه. تفضل. من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم. طيب مزمور 69:9 السيد المسيح هنا اللي بيتكلم. طلع مزمور 69 وهتشوف ان السيد المسيح هو اللي بيتكلم. 69:9 لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي. غيرة بيتك أكلتني دي اتقالت عن مين؟ عن السيد لما المسيح. طرد الباع من الهيكل. السيد المسيح. طيب. اقرا أول الباراجراف خالص في الصفحة اللي قبليها حتى. في المزمور نفسه سيدنا؟ أول الباراجراف خالص. من رقم 5، يا الله أنت عرفت حماقتي. لا 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 لا. لا. حتى طلعها لك انا. اتفضل يا سيدي. 69 بدل ما افتح الكتاب عندي. احنا قلنا المزمور كام؟ 69:9 أو أول المزمور. أول المزمور نفسه. خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. بلا سبب. اعتز مستهلكية أعدائي ظلما،
حينئذ رددت الذي لم أخطفه. ما دي تلزمنا دي كمان الآية دي. أي سيد. أنا رجعت اللي أنا ما سرقتوش، لأن أنا ما عملتش خطية، لكن أنا اللي دفعت الثمن. وبعدين بيقول إيه؟ لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني. ده المسيح بيكلم الآب. وتعيرات معيريك وقعت علي، وأبكيت بصوم نفسي، فصار ذلك عار علي. اللي يهمني هنا حاجتين: حينئذ رددت الذي لم أخطفه. دي استعملها القديس مار إفرام السورياني، وهقول لك ازاي دلوقتي. حينئذ رددت الذي لم أخطفه. وكمان تعيرات معيريك وقعت علي، يعني الناس اللي عايزين يهاجموا ربنا ومش قادرين. شكرا زين. مش قادرين يهاجموه بصريح العبارة، فبيهاجموا المسيح وهم في قلبهم من جوه هم أعداء لله. لما الجنود قالوا لهم إن المسيح قام والحجر اتدحرج والملاك قعد عليه والقبر فاضي، فقالوا لهم خدوا فلوس كتير وقولوا تلاميذه جم بالليل وسرقوه. نحن نيام. إذن رؤساء الكهنة تأكدوا من قيامة المسيح، ومع ذلك استمروا يجلدوا الرسل عشان بيبشروا بالقيامة. فدول إيه؟ دول أعداء لله. صحيح. أعداء للحق. فبيقول له تعيرات معيريك وقعت علي أنا. اللي عايزين يهاجموك أنت، اللي عايزين يشتموا ربنا نفسه، مش قادرين، فوجهوا إهانتهم للسيد المسيح. محدش كان يتخيل إن في ناس اللي هم اليهود اللي هاجوا على المسيح، إن هم كانوا زي مثلا لما كان في مناقشة بينه وبينهم حول قيامة الأموات، هم لا يؤمنون بالقيامة، وقالوا له واحدة ما كانت متجوزة ومات جوزها، فحسب الشريعة اتجوزت أخوه عشان ما خلفتش، وفي الآخر ماتوا كلهم، ففي القيامة لمن تكون منهم؟ ففي القيامة هتتجوز مين منهم؟ هم سبعة. السبعة. قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. تضلون. ده بيكلم مين؟ رؤساء الكهنة. بيكلم الكهنة والكتبة والفريسيين اللي هم متحالفين مع رؤساء الكهنة، على الأقل الفريق الصدقيين. أنا وعدت هجيب ماري إفرام قال لي على ردات الذي لم أخطفه. حينئذ رددت الذي لم أخطفه. هو بيعمل شعر بقى مار إفرام زي اللي سمعناه في الفاصل. السبح للغني الذي دفع عنا ما لم يقترضه، وكتب على نفسه سكا وصار مدينا. السبح للغني الذي دفع عنا ما لم يقترضه،
وكتب على نفسه سكا وصار مدينا. صار مدينا لكن وفى الدين، وفى الدين بموته على الصليب. خلاص دي؟ طيب الآيات بقى كورنثوس الأولى 26 طلعها عشان الوقت. استكمل عن نفسك على طول. قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. اشتريتم، يبقى ازاي احنا اتصلبنا على الصليب ده ودفع ثمن غالي؟ احنا اللي دفعنا الثمن ولا هو اشترانا؟ هو اللي دفع الثمن. طب ويروحوا فين من الآيات دي؟ وبعدين الأنشودة الرسولية، كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. مات لأجلهم لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. انتوا اشتريتم، عشان كده المسيح ملك حقيقي لأنه اشترانا. دي كورنثوس الثانية 5:15، واللي قبليها كورنثوس الأولى 26، يوحنا الأولى 4:10، أرسل ابنه كفارة لخطايانا. أو كلام زي عين الشمس، أرسل ابنه كفارة لخطايانا. وبولس الرسول رومية 8:3، الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. هو اللي دان الخطية في الجسد. وبعدين أكتر من كده بيقول إن الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. بل بذله لأجلنا. الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. رومية 8:32، كولوسي 2:14، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. خد الصك اللي علينا، صك الدين، خده وسمره على الصليب. يعني معناها انه مزق صك الدين. بنقولها في قطع الساعة 6 باستمرار. نعم، في قطع الساعة 3 في الإجابة سيدنا باستمرار، يعني العبارة بتاعت مزق الصك على الصليب. طيب، ولما أشعيا النبي 53:6-5، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره جراحاته، يعني شفينا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. يبقى زي احنا ما تصلبش عننا وتصلبنا وياه. طبعا حكاية مع المسيح صلبت دي في المعمودية، لكن هنا مجروح لأجل معاصينا، الرب وضع عليه إثم جميعنا. أنا بقول الشواهد والآيات وممكن نبقى نكمل بعدين، بس هقول آية واحدة كمان. يوحنا 1:29، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وبعدين في غلاطيا 3:13، المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. ليه؟ لأن في سفر التثنية الإصحاح 21 بيقول المعلق على الخشبة ملعون من الله. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. تصور
قبل أن يكون لعنة من أجله. غلاطية 3:13، ما هو سمر اللعنة على الصليب ونزل وبعد كده قام مجدا من الأموات. وبعدين كمان بولس الرسول يقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. دي الشاهد بتاعها مش قدامي دلوقتي، لكن نقوله المرة الجايه عشنا إن شاء الله. دي بعض من الآيات رصناها ورا بعضيها هو. كم غير عدد من الآيات اللي بيثبت يعني قيمة الفداء والكفارة اللي صنعه للسيد المسيح واللي صنعه الآب من خلال كفارة الصليب بالابن. مغالطات إيمانية سيدنا، يعني نشكر ربنا. لكن الموضوع فيه كلام وشرح كتير، وعندنا أخوال أباء طبعا. عشان ما يقولوش الاستدلال العقيدي بالآيات فقط أو حاجة زي كده. لا سكرتور. أخوال أباء وإحنا قرينا قرينا لكيرلس النهاردة وقديس أثناسيوس، وقلنا إنها هي نفسها عند أثناسيوس كمان. لكن لسه هنجيب بقى كلام لأثناسيوس وآخرين إن شاء الله. يعني سيدنا نقدر نقول يعني إيمان كنيستنا إيمان قوي وإيمان على صخرة، والصخرة هي السيد المسيح، وكل التيارات اللي بتيجي من سواء داخل الناس داخل الكنيسة مش قادرين يفهموا المفاهيم الإيمانية الصحيحة أو من خارج الكنيسة، ولكن يعني في النهاية تبقى صخرة الإيمان الأرثوذكسي بصلوات قدس البابا وصلوات سيدنا صاحب النيافة الأنبابشوي دائما يعني ثابتين غير متزعزعين. بنشكركم جدا النهاردة، ونشكر كل الحاضرين معانا على وجودكم. في نهاية الحلقة نشكر سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي مترام دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة العامر لبراري بلقاس ورئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية. بنشكرك جدا سيدنا، نلقاكم إن شاء الله الجمعة القادم في حلقة جديدة وحوار مفتوح جديد. إلى اللقاء.